هذا الاحتلال الغاشم تعدى كل الخطوط الحمراء في استهداف شبابنا وبيوتنا ونسائنا. اليوم يعني خلال اقتحام مدينة حلحول منذ الساعة الواحدة مساء قام بتفتيش الكثير من المحلات والبيوت واستهداف المارة وإغلاق الشوارع، وقام بإطلاق الرصاص الحي واستهداف الشباب بشكل مباشر، وقام بقنص الكثير من المواطنين باستهداف مباشر. وهذا إن دل يدل على أن هناك قرار لقتل كل ما هو فلسطيني، وأسفر ذلك عن إصابة الكثير من شبابنا واستشهاد البطل محمود كرجي الذي أصابته رصاصة في صدره. الرحمة له ولكل شهدائنا الأبرار. Thank you.